السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات انجلش ود احمد النجار. هنبتدي الجرامر من الصفر، بارت اوف سبيتش اللي هي اجزاء الكلام او مكونات الكلام. لازم الطالب يكون عارف الكلمه نوعها ايه اساسا. في كلمه ممكن تكون ناون يعني اسم، زي اسم شخص، حيوان، نبات او جماد، زي احمد وبوك وايدوكيشن والحاجات المعنويه كلها. البروناون اللي هو الضمير، اي كلمه بتدل على اسم او بتحل محله، زي اي وهي وشي وات وهو وويتش وهوز، طبعا كضمائر وصل. الفيرب اللي هو الفعل، طيب الفعل تعرفه ايه؟ ما يدل على حدوث شيء في وقت ما، زي play وplayed is or have والافعال كلها. الادجكتيف اللي هي الصفه، ممكن انطقها adjective وممكن انطقها adjective، ما انطقش الكات ساوند الناتج عن حرف السي. عباره عن كلمه بتصف الاسم وبتكون قبله، ممكن تيجي بعده لو في verb to be في النص، زي quick boy we good student. quick boy يعني ولد سريع، وgood student يعني طالب جيد او شاطر يعني. adverb اللي هو الحال او الظرف، عباره عن كلمه بتوصف الفعل او الصفه. تمام. طيب run quickly، study well، extremely tall. البريبوزيشن او حرف الجر عباره عن كلمه تاتي مع الاسم او الضمير لتبين علاقه كلمه باخرى او علاقته بكلمه اخرى. تمام. طيب 2 by 4 in with، حاجات كتير قوي هنتكلم فيهم باستفاضه، ويعني هنفسر الانواع بتاعتها في سيشنز تانية ان شاء الله. لما اقول احمد goes to school they traveled by plane، عندي تو هنا preposition وعندي by هنا برضو preposition. الconjunction اللي هو رابط العطف او الكلمه بتاعت اللي بيقولوا عليها ايه، اداه الربط يعني او اداه الوصل، زي مثلا كلمه or وand وهكذا. علي and احمد are my friends. طيب بعد كده عندي الانترجكشن او الانترجكشن، كلمة التعجب، عبارة عن صوت او صيحة تعبر عن التعجب، زي بعض كلمات زي alas وزي كلمة wow. لما اقول يا للأسف لقد ماتت اقول alas she died. الارتكل نوعين طبعا، اندفنت وعندي ديفنت. الاندفنت زي اي وان، اي بتسبق الاسم او الكلمة التي تبدأ بصوت ساكن، وان بتسبق الكلمة التي تبدأ بصوت متحرك، وذا بتسبق الاثنين ولكن بتعرف الكلمة. لما أقول مثلا this is a book، this is an apple، the earth goes round the sun، يعني الكرة الأرضية بتدور حول الشمس. إن شاء الله نكمل فيديوهات تانية بإذن الله. استنوني، بشكركم، كان معكم أحمد النجار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.